تخيل فقط أنك استيقظت من النوم فأدركت أن اليوم هو عيد الحب، ولم يبقى على وصول حبيبتك سوى 20 دقيقة، لكنك لا تملك سوى دولار واحد لشراء الهدية المثالية. ماذا ستفعل الآن؟ حسناً، يمكنك قضاء 10 دقائق في مشاهدة هذه النصائح، وبعد ذلك سيكون لديك 10 دقائق أخرى لاستخدام إحداها. هيا بنا. أحضر مجموعة من أوراق اللعب و 52 ورقة أخرى بحجم مطابق. سيكون اسم مجموعة الأوراق هذه 52 سبباً لحبي لك. استعن بخيالك لصنع قائمة من 52 اعترافاً قصيراً. اكتبها بخط يدك أو اطبعها والصق هذه الأوراق على بطاقات اللعب. وها قد أصبحت جاهزة. ستستمتع حبيبتك بخلط هذه الأوراق، وستكون جميع الأوراق ذات حظ سعيد بالقدر ذاته. ولا يقتصر ما يمكن كتابته على الاعترافات، بل يمكنك أيضاً كتابة بعض الأنشطة الرومانسية، كالاستمتاع على سطح المبنى أو التنزه في الجبال أو الذهاب للتسوق واختيار أبشع الملابس لبعضكم البعض على سبيل المثال لا الحصر. وإن نفدت الأفكار في المستقبل، اسحب فقط إحدى البطاقات وافعل ما تقوله. إن لم تتوفر لديك أوراق اللعب فلا يزال بإمكانك استخدام الفكرة السابقة، لكنك ستحتاج إلى وعاء زجاجي أو صندوق. عليك تزيين وعاء زجاجي حسب ذوقك واختر له اسماً 100 سبب لحبي لك أو 1000 إذا كنت تستطيع كتابة هذا العدد الكبير من الملاحظات. اكتب كل هذه الأسباب على أوراق صغيرة وضعها في الوعاء الزجاجي. يمكنك إما طيها أو لفها بهذا الشكل اللطيف وربطها بشريط. إذا كنت تريد تقسيم ملاحظات الحب إلى فئات، فاستخدم الورق الملون. اللون البنفسجي للعبارات التحفيزية، والوردي للأحلام، والأصفر للمجاملات، والأزرق للنكات وغيرها. هل أنت أعزب وتفخر بذلك؟ إذا لا تقلق، لا يزال بوسعك استخدام هذه الفكرة لتقديم هدية لنفسك. دون كل الأسباب التي تجعل منك شخصا رائعا ومحبوبا، وضعها في وعاء حب الذات للحصول على دفعة من الإلهام عند الحاجة. وهذا أرخص من بسكويت الحظ. بالحديث عن بسكويت الحظ، إنه غير مكلف وسهل الصنع. لإعداد 10 قطع من البسكويت، قم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 220 مئوية، واكتب رسائل الحب التي تريدها على أوراق صغيرة. اخفق بياض بيضتين، ثم أضف نصف كوب من الدقيق ونصف كوب من السكر. أضف رشة ملح وملون الطعام الأحمر إن كنت تريد أن تجعل البسكويت ملائماً للمناسبة. حرك الخليط جيداً باستخدام ملعقة حتى يتحول إلى عجينة، ثم أضف تدريجياً 3 ملاعق كبيرة من الماء حتى يصبح الخليط متجانساً. والآن حان وقت الخبز. ضع ملعقة كبيرة من الخليط على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة، وكون دائرة بعرض 7 سنتيمتر. كرر الشيء ذاته مع قطع البسكويت الأخرى، وحاول أن تجعلها شبيهة ببعضها البعض قدر الإمكان، ثم اخبزها حتى تصبح الأطراف ذهبية اللون. سيستغرق هذا حوالي 8 دقائق، ثم استخدم ملعقة لإخراج البسكويت من الفرن. ستبقى قطع البسكويت هشة بما يكفي لوضع رسائل بداخلها، ثم شكلها بشكل بسكويت الحظ هكذا. ولا تنسى وضع البسكويت المطوي في صينية الكعك حتى يبرد، وإلا ستفقد قطع البسكويت شكلها. إن كنت أنت وشريكتك من عشاق السفر، فألقي نظرة على هذا المشروع الحرفي المذهل. كل ما تحتاجه هو طباعة خريطة جوجل لمدينتك أو دولتك أو خريطة العالم كله، ولصقها على قطعة من الورق المقوى، ثم ضع لها إطاراً. يمكنك الآن وضع دبوس على الأماكن التي سافرتم إليها معاً، أو يمكنك صنع ثقوب صغيرة في الخريطة لتحديد الأماكن المميزة بالنسبة لكما باستخدام مصابيح الحبال. سيشكل هذا ديكوراً جميلاً للغرفة، وسيكون مصدر إلهام لكما لمزيد من المغامرات الجديدة. يمكنك تقديم بطاقة الكشط كهدية جميلة في أي مناسبة، لكن بما أننا نتحدث عن الرومانسية، يمكنك صنع بطاقة يا نصيب الحب وفقاً لذوق شريكك. والطريقة كالآتي: أحضر ورقة مقاس A5 وارسم عليها عدة قلوب متطابقة. يمكنك اختيار أي شكل آخر إن كنت لا تحب القلوب لسبب ما. ثم املأ كل قلب برسالة قصيرة تعلن عن الجائزة، والتي قد تكون إعداد العشاء أو تدليك القدمين أو حتى تنظيف المنزل بأكمله طوال العام. عند الانتهاء من هذا الجزء، فعليك تغطية الرسائل بقلم شمعي أبيض. سيكون بمثابة حاجز بين الرسالة والطبقة التي ستكون فوقها. الآن امزج طلاء الأكريليك بقدر متساو من صابون الأطباق. سيجعل الصابون عملية كشط الطلاء أسهل بكثير. استخدم فرشاة لتغطية الرسائل بالطلاء. انتظر حتى يجف الطلاء واحرص على عدم ظهور الكتابة. والآن يمكنك تقديمها لمن تحب مع قطعة نقدية لكشط الطلاء. فكرة شاعرية وبسعر معقول.
إن كنت مستعداً لتنفيذ أكثر من تنفيذ فإليك هذه الحرفة. ابدأ بإعداد قائمة كتلك، مثل الإفطار في السرير وكتابة أغنية حب وما إلى ذلك، ثم اطبع كل منها وقصها على شكل قسائم. إن لم تكن ماهراً بما يكفي لصنع التصاميم بنفسك، فاستعن بجوجل للعثور على قسائم الحب الجاهزة للطباعة بسرعة كبيرة، أو يمكنك رسم هذه القسائم يدوياً. ولا تنسى أن تضع تاريخ انتهاء الصلاحية على كل قسيمة. تخيل أن يطلب منك شريكك السابق إكمال المهمة بعد 30 عاماً، سيكون الأمر محرجاً جداً. فكرة تقديم هذه الهدية محفوفة بالمخاطر، لكنها لا تنسى. إن كان شريكك يرغب في اقتناء حيوان أليف وكنت على استعداد لتحقيق هذا الحلم، فيمكنك شراء حوض خاص أو طوق أو أي إكسسوار آخر واصطحاب شريكك إلى متجر الحيوانات للحصول على رفيق جديد. يشكل الذهاب معاً لاقتناء حيوان أليف مستوى جديداً من الالتزام وقراراً مهماً في الحياة. لهذا يكون اتخاذ هذا القرار في عيد الحب أكثر شاعرية. لكن تأكد أولاً من رغبة شريكك في عمل ذلك حقاً. إن لم يكن في جيبك دولار واحد، لكنك تحب الموسيقى ولديك بعض المغلفات الفارغة وأوراق وقلم، فهذا الخيار مناسب لك بكل تأكيد. استخدم أي منصة للموسيقى لوضع قائمة تشغيل خاصة بالأغاني التي تذكرك بعيد الحب. اكتب أسماء الأغاني على كل مغلف. يمكنك إلقاء نظرة على كلمات كل أغنية واختيار العبارات التي تلمس قلبك أكثر من غيرها، وإضافة هذه الاقتباسات إلى المغلفات أيضاً. ثم اكتب ملاحظات موجزة توضح السبب الذي يجعل شريكك يذكرك بهذه الأغنية. ضع البطاقات داخل المغلفات ثم أغلقها وزينها بزينة لطيفة وقدمها لمن تحب. لا تنسى إرسال رابط قائمة التشغيل ليتمكن شريكك من الاستماع إلى هذه الأغاني في أي وقت. وإن كنت موهوباً، فلما لا تكتب أغنية خاصة لحبيبتك؟ هل يمكنك إنجاز هذه المهمة في 10 دقائق؟ لحسن الحظ، تتيح لنا التقنيات الحديثة صنع ملصقات لطيفة بمهارات رسم وميزانية منعدمتين. سيكون ملصق الزوجين المحبين مع وجهك أنت وشريك هدية رائعة، أليس كذلك؟ لا تتردد في إضافة فقاعات واملأها بالنكات ورسائل الحب التي لا يفهمها سواكما. هناك الكثير من الفيديوهات التوضيحية على يوتيوب تشرح طريقة عمل ذلك. عندما تصبح صورة جاهزة، يمكنك طباعتها على الملصقات والأكواب والقمصان وغيرها وفقا لميزانيتك. ربما يفضل شريكك الفنون الأكاديمية. إن كان الأمر كذلك، فيمكنك طباعة الوجوه التعبيرية على لوحة قماشية وضع لها إطارا لتصبح كلوحة زيتية. إن كنت تحلم بقضاء وقت جميل برفقة الشريك في مكان مجهول، فالخيار التالي مناسب لك حتما. ربما سمعت أن بإمكانك العثور على أي شيء على الإنترنت، حتى أن بإمكانك شراء منزل بدولار واحد، ولا أمزح بشأن ذلك. تعلن بعض القرى الصغيرة النائية في مختلف أرجاء العالم عن برامج خاصة لزيادة عدد السكان الذين يقل عددهم باستمرار، فيعرضون على الناس شراء منزل أو قطعة أرض بسعر رمزي قدره دولار واحد أو حتى الحصول عليها مجاناً. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، عليك استيفاء الشروط بالطبع، والتي عادة ما تكون ضرورة انتقال المشتري إلى العقار الجديد أو تجديد المنزل بأمواله الخاصة. وفي الوقت ذاته عليه الحفاظ على أصالة العمارة المحلية. تنشر بعض الدول الأوروبية والقرى اليابانية إعلانات كهذه في أحيان كثيرة، لذا انتبه للإعلانات الجديدة. هل تجدها مخاطرة كبيرة؟ أوافقك الرأي، لكنك لست مضطرا لشراء العقار فورا دون إجراء أي بحث أو مناقشة الأمر مع الشريك. يمكنك العثور على مكان يعجبك من بين القطع المعلن عنها، ككوخ صغير في فرنسا أو كوخ في إيطاليا، ثم اطبع هذه الصورة وأرفق بها دولارا وضعها داخل إطار. ومن يدري، ربما تصبح هذه الهدية الخطوة الأولى في الطريق إلى منزل أحلامك. بالمناسبة، يمكنك استخدام هذه النصائح لتهنئة صديقك بعيد ميلاده. كل ما عليك فعله هو جعل هذه الأفكار ملائمة للمناسبة.